عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك مدام. وبيك عايش. موضوعنا نحكيو شوية على ثقافة العمل بالنسبة للتونسي خاصة في شهر رمضان، كيفاش يوفق ما بين الخدمة وشوية تعب الإجهاد والتطيب خاصة للمرأة؟ هي راهي مسؤولية قوية برشا ومتعبة برشا بالنسبة للمرأة راه، أما للرجل هي صحة فيها تعب للرجل أما مش كما المرأة. مثلا المرأة موفقة بين الخدمة وبين الدار، أما أتعب حاجة هي الدار، خاطر الدار يعني 24/24 يعني فيها مشقة قوية برشا للمرأة. أما الرجل بالنسبة للرجل عنده تعب لك مش كما المرأة، فهمتني؟ ومن ناحية الخدمة تعبين زادة في الخدمة برشا، ودار وشارع تعبين كم الفوق، فهمت؟ أما عندك أجر كبير قاعدة تطعم في الصائم، معناها قاعدة تطيب له. الحمد لله الحمد لله، نحمد ربي على كل شيء. تخدم في نفس الوقت معناها؟ نفس الوقت نخدم، ويعني ونروح اللي هي بداري واللي هي بعائلتي يعني وكل شيء. أما فما تعب، فما تعب، والحمد لله ديما نقول الحمد لله. الأيامات الأولى مش كيما توا، احنا توا في جمعة ثانية يعني أخف شوية هكا، تعودنا على الصيام. بالطبيعة خفت شوية لكن مش كيف، مش كيف، باقي اللي هو التعب متواصل يعني موجود. احكي لي أنت مدام كيفاش تعدي نهارك، كيفاش مقسمة نهارك بين خدمة وتطيب حتى بعد شقان الفطر حتى يظهر لي للسحور مدام؟ أنا نعدي نهاري كامل، نمشي نخدم بعد ما نروح من الخدمة ديريكتومون يعني نوصل، نحط تطيبي كل شيء، نطيب بعد ما نطيب ننظف داري ونريقل وكل شيء، نستنى الأذان ونحط الطاولة يعني اللي باش نفطر عليها. بكا عندك بنات ولا؟ عندي وليد برك. ما عندكش شكون هكا يحضر معك الطاولة؟ لا وحدي، كل شيء وحدي. مسؤولية كبيرة، إن شاء الله ربي معك مدام. فضلك من فوق. وفي الليل نقوموا كما العادة نطيبوا القهاوي، نعملوا السحور هكا هذيك هي. فما حاجات هكا ساعات تطيبهم بالليل خاطر غدوة أنت ما تنجمش ولا تحب ترتاح روحك شوية؟ كيكة لا ما نعملش كيكة، أنا كل يوم ويوم يعني من وراني أكتيف يعني في كل شيء، في الخدمة اللهم صل على النبي. ظاهرة كيكة ظاهرة. الحمد لله راني مش يعني نشكر في روحي ولا حاجة، الحمد لله، حتى نتقوى على بدني ليسونسييل نخدم داري ونخدم في الخدمة نتاعي، كيما في الشارع كيما في الدار. نفس يعني هذه مسؤولية أنت تحب معناها تحب تطبقها وتتحملها على أكمل وجه. صحيتك، يعني أنا راني نعطي الأكتيفيتي في الدار في الشارع في اللي تصور في بالك، الحمد لله. زوجك باغ إكزومبل يعاونك شوية ولا لا؟ حتى أنا الطاولة ما يسالش. والله شو نقول لك أنا الحقيقة 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 عندي مدة 18 سنة يعني ديفورسي، حدي حد روحي وحدي أنا ولدي، دارنا الفوق وأنا اللوطة كهو، ما عنديش يعني حاجة اللي تقلقني ومرتاحة نفسانيا بدنيا الحمد لله يا ربي. ملا تشقوا فطاركم عائلة كاملة؟ بالطبيعة، أما أنا نطيب وببعضنا ببعضنا إيه ببعضنا، أما فما تعب شوي وأنا لاقية راحتي النفسانية. مش كل مرأة يعني تطلق ولا كل مرأة يعني تتهجل ولا حاجة يعني تحسها يعني لفاند متاع الحياة، لا بالعكس مدام تنجم تكون نهاية أوجاع، نهاية مشاكل، حياة جديدة. أنا شفت حياة جديدة متفائلة بحياتي، علاش؟ خاطر كانت عندي برشا حاجات خايبين تنحاو من حياتي والحمد لله يا ربي. الحمد لله. المهم أنت تكون سافا مرتاح. الحمد لله وربي قدرني على الخير نوصل ولدي وين انا اللي عندي المبتغى في مخي. وكا عندك ابن وحيد؟ عندي ابن وليد برك، استغفر الله يا ربي. وليد راهو اكيد مدلل مدام. والله شوي شوي مانيش مدللته برشا برشا، اما شوي شوي الحمد لله نخاف عليه، يقول لي امي كل حاجه نقول له الله يبارك، ولدي متربي فوق ما تتصور والحمد لله. الحمد لله يا ربي نحمد ربي. لا. مدام اللي تربي ولدها من غير بو تحرص على تربيته أكثر من اللي يكون ما بين الأم والبو، علاش ديما تخاف من أنهم يقولوا شو كيفاش طلع على خاطر ربيته امرأة؟ لا أنا بالعكس، أنا ولدي ربيته حماتي والشر
يعني لحماء ربته لي، وانا من بعد خذيته ولدي وربيته انا، لكن كيما حماتي كيما انا، خاطر حماتي ربته من التربيه بالكدا، بالرغم راهي خليته يمشي قد قد ماهوش متربي. هذيك هي تربيه المراه مدام، علاش؟ على خاطر قبل مدام كان الراجل يخدم والمراه شاده دار، المراه هي اللي لاهيه اكثر بالصغير، يخرج الصغير ما شاء الله عليه، هذاك علاش يقولوا الام مدرسه. انا ما نكذبش عليك، حماتي ربي طول في عمرها، بالرغم يعني هذيك كل هذيك المشاكل وكل شيء هذيك خلاها اكوتي، لكن فما حاجات عملتهم مع ولدي، ربت لي ولدي بالكدا، ولدي متربي، ما نكذبش عليك، كملت انا المشوار نتاعو لهنا كي هزيته من عندهم، وكهو هزيت ولدي من عندهم وكملت المشوار نتاعي. والحمد لله ولدي متربي تو، نحس روحي ربيت ولقيت. والحمد لله. باش تنصح بيه يهديه. امين يا ربي، ان شاء الله ربي يهدي صغيراتنا الكل. باش تنصح مدام الامهات اللي طلقوا وتعداوا بالتجربه اللي انت مريت بها وما عرفوش كيفاش يتلهوا بصغارهم، وخاصه انه الطلاق ما يلزموش ياثر زاد على الصغيرات. انا اول حاجه ننصح كل مرأة تطلق يعني ما تحطش في بالها اللي كوني هذيك نهايه العالم، بالعكس تبدا متفائله مع الحياه، تخدم تشوف حاجات يعني تتلهى فيها، توسع بالها، تصلي، تعطي حق الله، وذاك هو اللي هو الحاجه الطريق السليمه نتاعنا، وننصحها يعني تنسى كل شيء من بالها. بي مدام انت ما خممتش نهار تعود حياتك؟ انا عملت دوزيام فوا يعني عرست مرتين وما نجحتش في حياتي، والحمد لله الحمد لله كهو. كانت تجربه قاسيه برشا وصعيبه برشا. التجربه الاولى ولا ثانيه؟ من الاول ومن الثاني، ولله الحمد اللي انا خرجت منهم سلامات. نتصورك مدام يظهر لي ناحيه الفكره نتاع الزواج. بالطبيعه معروفه هذه بالنسبه لي انا كمراه في الحياه. واحده اخرى ننصحها لوجه الله إلا كان عرست تحافظ على دارها، تحافظ على دارها وتحافظ على يعني شملها كامل، وذاك مكتوب راه. أنا حاولت، عملت المستحيلات، عملت كل شيء، لكن الله غالب، الحمد لله. الحمد لله يا رب. نخلي لك مدام الكلمة الأخرى، شنو تحب تقول؟ كان تحب تقدم تحية لعائلتك أو لابنك؟ إن شاء الله يفضل لي وليدي، وإن شاء الله رمضان مبروك للناس الكل. وربي فضل وليدي وفضل ميتي. ان شاء الله ربي يخليهم لك، وان شاء الله رمضانكم مبروك يا مدام. عايشك، ربي فضلك انت زاده. باي باي.